بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. يا جماهير الأهلي اتحدوا وانتبهوا، فالقادم أصعب. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بك أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 787، تأتي عشية بدء موسم كروي جديد. علشان كده لازم التحذير. التحذير مش عشان الموسم ابتدى، علشان خطة تشويه الأهلي والهجوم عليه وإزعاجه والشوشرة عليه وعلى نجومه وعلى أدائه وعلى مدربيه، يعني تشهد كثافة وتشهد دعوة صريحة مباشرة. لما تتابع تعرف النية إيه. فلازم كل ده يواجه، سواء مما يحدث إعلاميا أو على صفحات التواصل الاجتماعي. عايز اتحاد، وعايز بقى نعمل حاجة كده. تعالوا نبص الحاجات دي من فوق، نشوفها كويس بس ما نتأثرش بيها. أيوة. ونمضي قدما في الدعم والشغل والتركيز. وكلامنا أولا لمسؤولينا، لاعبتنا، أعضائنا، جماهيرنا، كلنا نبقى إيد واحدة ونشتغل، ونعرف إن في ناس كتير جدا عمالة ترمي جاليفر بدبابيس فاكراها إنها حرام.